المساعد بول قرون نبيل قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيد محزوب للتجسيد للخطط العملية المسطرة من قبل المصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها خاصة المتعلقة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيد محجوب التابعة لكتيبة وامري من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 26 سنة ينشطون ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات داخل أوساط الشباب عبر بلديات الولاية. جاءت العملية بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة تفيد عن تواجد أشخاص يقومون بنقل وترويج وبيع المخدرات ببلدية سيد محجوب، ليتم على الفور وضع خطة محكمة أسفرت من توقيف المركبة السياحية. وبعد عملية التفتيش الأولى تم ضبط بداخلها كمية من المخدرات الكيف المعالج مقدرة ب 200 غرام مع توقيف شخصين واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مواصلة للتحقيق من أجل الإيقاع بالمشتبه فيهم باقي أفراد الشبكة ووضع حد نهائي لنشاطهم الإجرامي. تم وضع خطة عمل محكمة مع تفتيش مساكن المشتبه فيهم، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم توقيف خلالها فردين آخرين من الشبكة مع حجز كمية أخرى من المخدرات مقدرة ب 500 غرام. العملية كللت بتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم حجز 7 صفائح من المخدرات بوزن يقدر ب 700 غرام، مبلغ مالي قدره 2700 دينار من عائدات الترويج، هواتف نقالة بالإضافة إلى حجز سيارة سياحية نوع سيبواي كانت تستعمل في تنقلاتهم. سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهم.